ما اعرف كيف الحال؟ امشي تمام، خفت وانا قلت من درجة انت جاي وانا ماشي. مع السلامة. مع السلامة. الله يسلمك. تو جاي دوام يوم الجمعة، عندك كلاس واحد انا ثلاث كلاسات. المهم السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. ما راح اتكلم في تغنية، ما راح اتكلم في شيء. طبعا امس انا نام الساعة واحدة بالكثير في الليل. المشكلة امس شو اللي صار؟ هذا اللي خلاني الحين باخذ السيارة علشان بس كتب الحلو ذا لازم اوديهم له. اتذكرون دخل داخل البرنامج اللي اكلمكم فيه الحين اسمه ميكس كام. ميكس اوكي، ام اي اكس كام، بداية كاميرا، كلمة كاميرا CAM، بس ميكس كام. اتوقع طالع عندكم في تحت الزاوية في اعلان عليه. البرنامج شغل لك الكاميرتين، تقدر تستخدمه على الايفون 10S 10S ماكس 10R والايفونات السنة دي، يعني اي جهاز في معالج الـ 8 Wolf والـ 8 Wolf X اللي هو الايباد برو برضو 2018 والـ A13، أجهزة القديمة ما تشتغل. اوكي، لا حد يجي يقول لي ما يشتغل على ايفون 10، ايفون 10 ما عليه الـ 8 Wolf، على الـ A. يلا فين ارجع معكم شوي، خليني احط الجهاز وافتح لكم موضوع. ما راح اتكلم عن تقنيه، اللي بيجلس يجلس، ما في تقنيه يعني، فاضي ما عندك شيء شوف الموضوع. فخلينا احنا نحط شو اسمه اعدادات. اوكي يعني اعدادات، ابى احط الجهاز عشان السيت اب وعدله، وعلشان وانا اسولف وانا اسوق تشوفوني وتشوفون شو اسمه الطريق. طيب رجعنا معاكم. الستاند اللي حاط فيه حين الكاميرا ذا مسوي له ريفيو، هو الستاند اللي فيه وايرلس الشحن الوايرلس، مسوي له ريفيو من زمان. المهم بتكلم معاكم عن العقليات اللي في التويتر ما عندهم شيء، في التويتر في السوشيال ميديا حتى في اليوتيوب في القناة. عندي بعض الأشخاص ما أدري، أنا أشوف إنه مرض، لأن بعض الأشخاص برضو يسبك في فيديوهات ثانية يكلمك محترم في التعليقات. ما ادري فين في شام، انفصام في الشخصيه، ما ادري ايش السالفه. طبعا انا ما يهمني، انا يوم دخلت في السوشيال ميديا ودخلت في اليوتيوب يعني ادري بالمشاكل، ادري بكل شيء وعارف، وبالنسبه لي شيء طبيعي، ما راح اهتم، ما راح اي شيء يعني. اضحك احيانا يسبون بعض الاشخاص، يعني انا اللي جرحني اللي يسب اشخاص طلعوا في اليوتيوب عندي، طلعوا في اشياء بتسبني، سبني انا ما لي شغل في الاشخاص الثاني. الاشخاص الثاني يعني اللي يجي يسب احذف التعليقات، بعضهم لا ما احذف تعليقاتهم اذا بيسبني انا، بس اخلي بعض الاشخاص تشوفهم يعلقون لو يقولون برضو سب يسبون فيه وما ادري شنو، ما لي شغل بالاشياء. لكن هذا يعني بالنسبة لي أو اللي أعرفه أنا، إن كل شخص في العالم هنا موجود عنده لازم يعني السلوك حقه لازم يختلف. مثل أنا يختلف سلوكي وأنا أتعامل مع عالي أخوي، يختلف سلوكي وأنا أتعامل مع أبوي، كل إنسان كذا. يختلف سلوكي وأنت تتعامل مع طفلك، يختلف سلوكي وأنت تتعامل مع زوجتك، مع رابعك، كل واحد يختلف سلوكه على حسب كيف هو يتصرف معك وعلى حسب عمره تتعامل معه. لكن حقيقتك انت، شخصيتك الحقيقية تطلع في السوشيال ميديا. ليش؟ لان بعض الاشخاص مثلا يخافون من المجتمع او انه ما عنده خجل، بس هو يبي يطلع عنده يعني اسلوبه جيد ممتاز محترم، لكن يخاف من المجتمع او انه يستحي مثل ما نعرف يعني بالطبيعة نتكلم. طبعا البداية ان الزاوية اني ما بقدر احطها، انا كنت احاول اني احطها هنا، لكن هنا مثل ما تعرفون دي الحركة ما تسمها هنا ما يمسك عليه شيء، لازم احط قطعة واخليه يمسك، فآسف على دي الحركة اني حطها تحت فما تشوفون انتو كل شيء ولا اقدر ارفع هذا حد الانقل في الجهة في الجنب. المهم فلو بتعرف الشخص الحقيقي بتعرفه في السوشيال ميديا، خصوصا اذا كان عنده حساب فيك، عنده حساب ما بحط صور ما بحط شيء، فيعلق براحته، جالس في البيت بصورة فنيلة منسدح يجلس يسب يجلس كل شيء. هذا شخصيتك، هذا اسلوبك. ما راح اقول ان اسلوبك كذا من
تربيتك، لان احيانا الاهل مساكين يتعبون على الشخص، لكن هذا نهايته. هذا هو بس يعني لو بتسوي اللي تسوي هذا هو. ف للاسف انا ما راح اقول لك ان بس عندنا، حتى في الاجانب عندهم تعليقات ذي الاشياء، لكن للاسف احنا تربيتنا غير. احنا مسلمين، احنا الاسلام ما سو يعني الاسلام علمنا كل شيء، علمنا كيف مكارم الاخلاق، علمنا كيف نتعامل مع الناس، علمنا كيف لا صارت عندنا مشكله كيف نسويها. هنا الاجانب يعني عنده مشكله تشوفها خلاص هذه نهايه الحياه عنده، اسلوبه ما بعادل. ليش؟ لان دينه ما علمه، اذا كان عنده دين برضو. احنا الحمد لله الاسلام علمنا كل شيء، لكن للاسف نسوي عكس. يعني استغفر الله، نقول ان احنا مسلمين، طبعا ما اتكلم عن الكل، اتكلم عن فئه موجوده في المجتمع عندنا، نسوي نفسنا ان احنا مسلمين لكن نسوي عكس الاسلام. يعني اللي تشوف الاشياء اللي يسويها، واحنا عارفين ان يعني الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني قد ما صلاتك كويسه قد ما انك ما عليك على الكلام اللي عندنا ما تنقدها نفس الطير، انك تصلي بس بسرعه وتمشي خلاص، او انك تاجل الصلاه على وقت ما تبي. انت لو انك تصلي لوجه الله، يعني تدري انك اذا انت متوجه هنا متوجه لحق الله، ووقت الصلاه مو وقت انك قاعد تفكر في شيء ثانيه ما بتخلي في الشيء. يعني اوكي معروف ان عندنا انه وقت الاستحمام ان هذا الوقت انك تجلس تفكر، لكن بعضهم للاسف يصلي بس علشان الصلاه، او يصلي انه عاده ما بعباده. فهذه الاسباب كلها توجه تخليك يعني تشوف الشخص قد ما يسوي مشاكل، قد ما هو ما بزين، قد ما انه مقصر بحق ربه. ف ما ادري ليش احنا كذا، ما ادري هل راح نتعدل قدام ولا لا. فهذا الموضوع اللي كله كنت اتمنى، يعني للاسف في اشخاص كثار يعني يخشف شو اسمه، يعني المود حقه يكون ما بكويس، يزعل وكل شيء. ليش جات التعليقات من الناس؟ للاسف معطيهم على اكثر من حقهم. يعني في كل شيء احنا نسويه، في كل شيء، يعني مثلا انا في اليوتيوب في اشخاص ثانيين يقولون انك انت تصرف وقتك على اشياء تافهه. بالنسبه لي شيء تافه، بالنسبه لي اسوي ذا الشيء علشان ما اوصل لمرحله ان بعض الاشخاص حياتهم ما عنده الا شيء واحد يسويه في الحياه، بعدين يصير خلاص ممل، عنده ملل، عنده. انا لا، وقت الفراغ اشغل نفسي بذا الاشياء افضل مما اني انا ما راح اقول شيء تافه، لكن بالنسبه لي كل واحد عنده. انا بالنسبه لي في اشخاص يسوون اشياء عندي تافهه، بس هم يقضون نفسهم شيء حلو هم يستفيدون منه، يعني يعدل في السيارات كل شيء، ما اعرف السيارات. انا بالنسبه لي شيء تافه هذا الشيء بالنسبه لي، واحترم الاشخاص الثانيه اللي عندهم ذي الميول، لكن كل واحد وتفكيره. ما راح اسبه، ما راح اقول له انت غبي، انت ليش تسوي هالاشياء. احترم كل شخص واللي يسويه. الغنانة أول ما فتحتها مثل ما قلت لكم، شيء كبير اللي خلاني ما أطلع بنتي سببين، مثلا بنتي أو أي شخص ثاني معي من العائلة، يمكن علي اللي طلع بس الوحيد في العائلة. السبب إنه أول حاجة بنتي، لو بتكلم عنها أشخاص كثار، وأنا عارف إني لو أطلع بنتي، يعني يمكن كذا فيديو طلع صوتها بس، فيديوهات قديمة. أول حاجة بنتي صغيرة، يعني لها عمر دخلت الحين 3 سنوات أسبوعين تقريبا. أنا لازم أعطي الشخص يعني في الغدرة قدام في المستقبل هو عنده الاختيار. مثل بنتي ما راح أطلعها بالفيديو لما هي تكبر وهي تقرر بحالها، هذا أول حاجة، لأن ذا الشيء لها هي، ذا الشيء لازم هي اللي تختاره. هذا أول حاجة. ثاني حاجة، تخيل أطلع بنتي يجي واحد يسبها، انا اتاذى. انا يعني انا جبتها على الدنيا لازم انا احميها. فانا بالنسبه لي، وهذا ذا الشيء ما لي شغل في الاشياء الاشخاص الثانيه، لكن بالنسبه لي انا ما ايد اي شخص واشوف انه اقتحام خصوصيه الاخرين، حتى لو انها هي بنتك عندها خصوصيه، هي بنتك
انت ما تقتحمها من هذا الشيء انك تطلعها في السوشيال ميديا او اشياء، ليش ليش تترزق عليها؟ انا عارف ان لو بطلع بنتي اشخاص كثار، حتى الله يذكره بالخير عصام يقول لي احمد، هو كان يوم كان هنا موجود كله يقول لي كلمني جيب بنتك جيب بنتك، واوديها عنده وتجلس يعني يحب يلعب معاها. كل مره من المرات صورها ما تكلمت انا، كر اذا شاف الفيديو هو راح يتكلم عنه. كر خليفه شافه قال له لا تحطها في سناب عندك، قال له ليش؟ قال له احمد ما يرضى. انا بالنسبه لي انا بنتي ما صورها في سناب، ما احطها في اي مكان، يعني في الانستغرام، في حسابي في الانستغرام لها كذا صوره لكن من خلف، من الخلف وصغيره، يعني كانت صوره قبل سنتين تقريبا، ف حط ذي الصور بس، يعني صورتها من الخلف والأشياء ذيك أوكي، لكن إني بطلع وجهها وبطلع الأشياء ذي خصية حق البنت، خصية حق الطفل. لا تدخلون العالم، لأن الأطفال ترى عالم السوشيال ميديا فيه الزين وفيه الشين، وأنت ما تقدر تتحكم فيه، أنت تتحكم بالشيء اللي تشوفه لكن ما تتحكم بردة فعل الناس عندك. فلا تطلع أهلك، لا تطلع أشخاص تحبهم عزيزين عليك، لأن راح يتأذون، راح يتأذون مثل ما أنا متأذي حين عشان أطلع باركينج هنا. الساعة عندنا حين 11:45، طبعا الساعة اللي هنا أنا مقدمها 11 دقيقة أوكي، دخلت 46 حين عندنا الوقت المناسب بعد 5 دقائق الأشخاص يطلعون من هنا الكلاسات. أنا أجي في ذي الوقت، يعني قبل مثلا قبل 12 بالضبط، لأن الكلاسات تخلص ففي أشخاص يطلعون أحصل باركينج، وان الكلاس اللي عندي في ذا المبنى عندي كلاسين هنا وبعدين خلص يبدأ الويكند عندي يوم الجمعة عندنا. فالمهم أتمنى، يعني ما أدري هل راح، أنا ما أتوقع أنه راح يكون في المستقبل نتعدل، لأن إحنا هذا بذي الأشخاص تقريبا ممكن خلصين أو يدورون سياراتهم أو ما أدري إيش السالفة، يدورون سياراتهم كي نرجع عشان نحصل الباركينج عندهم. انا عارف ان احنا رايحين اقول لكم للأسوأ وهذا شيء طبيعي، لكن اتمنى ان كل شخص يعني نرتقي عشان نبين للمجتمع ان احنا افضل من الاشياء اللي نسويها. يعني في اشخاص في الاجانب ناس يقتلون نفسهم بس ليش؟ دخلت في السوشيال ميديا وشافت تعليقات الناس وقتلت نفسها من ذا السبب بس. تقريبا ما راح ازيد الشيء وخلاص، فهمت الموضوع، فهمت السالفه، فانتظروني فيديوهات ثانيه. القناه مثل ما قلت لكم، القناه انا ما سميتها ابل او سميتها باسم حدد حق شركه، القناه انا مسويها لحق اسمها من كبدايه مسميها، ولا بسميها مثلا على كلام علي مسويني احمد سك او شيء، لا ما راح اخليها لحق التكنولوجيا، ما راح اخليها لحق ابل. انا سويت القناه كبدايه اوكي، احب ابل واتكلم عنها، وكبداية سويت فلوقات فأسوي أشياء اللي أحبها أنا، أحمد فاميلي، فعائلة أحمد راح أسوي كل شيء أبي أنا، راح أحط فيها كل شيء أحبه أنا، فلوقات بتكلم عن أبل، بتكلم عن أندرويد، بمدح الون بلس، بدم في الجالكسي، ده حقي، ده بكيفي أنا. أنت ما بعجبك ذي الشيء عندك ديسلايك، سو ديسلايك، عجبك ذي الشيء سو لايك، بتسب هذا من استغفر الله، ما راح أقول من تربيتك، يمكن تربيتك زينة لكن هذا منك أنت، هذا أنت شخصيتك الحقيقية، ما بشخصيتك اللي في المجتمع. أنت تشوفوني في السوشيال ميديا حين تشوفون الأخبار وتشوفون مواضيعي، لا تحسبوا أنكم لو أنكم جلسون معاي في الحياة الطبيعية راح تكون نفس شخصيتي اللي في الكاميرا. لازم كل شخص عنده شخصيات تختلف، كل شخص عنده أسلوب مع الشخص اللي جلس معاه، قد ما الشخص اللي معه كويس راح يكون كويس، قد الشخص اللي قباله بيكون محترم راح يكون محترم. صح بعض الأشخاص حتى لو أنك محترم راح يكونوا ما بكويسين معاك، لكن تأثيرك عليهم هم راح يغيرهم، إذا كانوا بشر، إذا كانوا عندهم قلب، إذا كانوا عندهم إحساس راح يتغيرون. بتكون ما بكويس معاهم يمكن يحترمونك مرة مرتين، يحاولون يغيرونك، إذا ما غيروك انتظر منهم الشيء اللي ما راح يعجبك. ليش؟ لأن تعرفون تقريبا قانون نيوتن، نيوتن الثاني اوكي. فبس في نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون من فضل دعاكم، اتمنى يعني لا تنسون من فضل دعاكم
السلام عليكم.